أنبوب الغاز المغربي النيجيري خنق أنفاس المسؤولين الجزائريين من جديد. وحسب جريدة الأحداث المغربية الصادرة اليوم، فقد أكد وزير المالية الجزائري العزيز فايد على أن أنبوب الغاز العابر للصحراء اللي كيربط نيجيريا بأوروبا مرورا بالجزائر يعد مشروعا ناجعا وقابلا للدعم وذا مردودية على المستوى الاقتصادي والمالي. وأكد أيضا وزير المالية الجزائري مصادر تمويل هذا المشروع لا يمكن أن تكون إلا بنكية بشكل أساسي، ولا نستبعد مساهمة البنك الإفريقي للتنمية على حد تعبيره. تصريحات العزيز الفايد جاءت للتنفيس عن وقع تصريحات المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية مالاب ميغي كياغي بخصوص مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، واللي غادي يتمكن من الحصول على تمويل بعدما دخلت العديد من الدول والمؤسسات المالية على خط التفاوض. هذا الأمر دفع الجزائر للخروج عن الصمت ديالها بخصوص تمويل مشروع الطاقي، وأكدت على أنه لن يكون إلا عن طريق البنك بشكل أساسي. تصريحات المسؤول النيجيري اللي استفزت المسؤول الجزائري أكدت على أن تمويل المشروع المغربي النيجيري اللي عنده القيمة المضافة الكبيرة دفع دول عديدة اللي ما عقاش الاسم ديالها لإبداء استعدادها لتمويله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.